طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حلفاء الولايات المتحدة بالمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية على إيران، هذا واتهم طهران بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة. وكتب بومبيو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل اجتماع مزمع مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في بروكسل، طلب فيها حلفاء وشركاء واشنطن بالانضمام إلى حملة الضغط الاقتصادي ضد النظام الإيراني، وقال إنه يجب قطع كل التمويل الذي يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، واعتبر أنه لا يمكن التوقع بالتوقيت الذي تتحضر فيه إيران لعمل إرهابي أو تحضر فيه إيران لعمل إرهابي أو لأعمال عنف أو لزعزعة استقرار في إحدى دول العالم.